قضايا القتل عجيبة غريبة مختلفة من قضية لأخرى. اليوم عندنا قضية غريبة وفيها نوع من الغرابة. نبي نسأله شو اللي جابك هني وشنو قضيتك بالضبط؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. شلونك؟ الله يسلمك. شو اللي جابك هني؟ والله قضية قتل جاية. قضية قتل. كم خذيت أول درجة؟ أول درجة إعدام. إعدام؟ أي نعم. الاستئناف؟ مؤبد. مؤبد. تمييز؟ مؤبد. مؤبد. مؤبد يعني بس وضح لي مؤبد 20 25 سنة مدى الحياة شنو؟ ولا واحد مسجل أصفار. أصفار؟ يعني مدى الحياة. مدى الحياة بس مو مكتوب مدى الحياة، لا تكتبون مدى الحياة. مو مكتوب مدى الحياة. أصفار. إيه. إيش كثر صار لك هني بالسجن؟ 23 سنة. 23 سنة؟ يعني 23 رمضان مر عليك وانت داخل السجن تقريبا. امس جيت لك وسالتك قلت لك وين رايح؟ كان تقول لي بيت العائله. شنو بيت العائله هذا؟ بيت مثل خلوه شرعيه يسمونها بعض الدول. يجون اهلك وتقابل اهلك في البيت وتقعد فتره من الوقت معهم. من الساعه كم؟ تقريبا من 10 الضحى الصبح لين قريب المغرب 5:30 5:30 يعني تتريقون تتغدون تعشون؟ لا على الغداء تقريبا الظهر العود على الغداء. بس ممكن يعني تطلب اكل تطلب شغلات؟ لا لا ماكو. الحين تو ردوا البوفيه، قبل كانوا مسكنين البوفيه، الحين ردوه. الحين ردوه صار لهم يمكن اسبوعين او ردوا البوفيه. تكلمت لي يعني عن موضوع الزواج، انت تزوجت وانت بالسجن؟ اي نعم. شلون تزوجت وانت بالسجن؟ والله بعد فكرة زواج صارت لي. من اللي قالك عن هالفكرة؟ صديق الله يجزاه خير. زين؟ اي فعشان تدري تقول قاعد تتوزع وتنبني فلازم يحوشنا دور الواحد يفكر ما بعد السجن يكون عنده بيت يستقر فيه. زين؟ ما يصير عالة على اخوانه ولا على صح الناس الثانية. يستقر ويكون زوجة عنده يستقر في البيت. هذا هو اللي حدني أكثر شيء. وتزوجت؟ وتزوجت ولله الحمد. طريقة الزواج شلون كانت؟ وكلت محامي. إيه. وكلت صديق. زين. صديق اختار لي. هو اللي اختار لك. اختار لي. يعني مو وراك صورتها ولا هو اللي اختار؟ لا 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 لا. أنت فوضته بالاختيار. فوضته. زين لو طالعة مو حلوة شو تسوي؟ مو ضروري هذا شيء عندي. صدق؟ إيه. زين. وهي وافقت. وافقت. هي طبعا من جنسية عربية. اي نعم. وعارف ان انت محكوم مؤبد. اي نعم. زين. وافقت والمحامي وكلته هم عليها هي صار وكيلها بالمحكمة ينوب عنها وعني انا وعقد وكل شيء خلصنا اعطيناهم المهر وكل حاجة. كم المهر كان؟ 2000 دولار. ما شاء الله. كم عمرها؟ والله كبيرة شوي. كم يعني؟ تقريبا 28 او 29 وحسيت انك عايش قبل ما تزوجت. الحمد لله. ها الحمد لله. بس هل تكفي الخلوه الشرعيه هذه اللي يعني تحدد ولا تبي اكثر؟ والله اذا يكون اكثر خير وبركه واريح يعني كنفسيا لك ولهم. كل كم اسبوع او كل كم شهر تلتقي؟ كل 3 شهور اسمح لي. كل 3 شهور. يعني بس فكرة حلوة إنه يعني يكبرون المباني. حلوة حلوة. يصير مبنى أكبر نفس الفندق. وغرفة وحمام وصالة يعني تكفيك إنك أنت تقعد وتسولف وتشكي. والله يا ليتي على الأقل تلقى أحد يتفضفض لك. يا كتمة السجن تلقى أحد من يسمعك وتشكينا. ترد من ذات العائلة صراحة ما أقول لك تنسى السجن لكن حزين؟ لا تكون يعني عندك شوي صدرك فضل اللي داخل. أدري بس لما ترد من بيت العائلة يعني يحوشك شوية حزن. ها إنك أكيد. راد أي أي تبي بيت العائلة تبي تقعد هناك تبي أرجع. مدام ها أيضا إن شاء الله. إن شاء الله يعني تلتقي فيها برا إن شاء الله. إن شاء الله. والله يفك محبسك. اللهم أتمنى يعني من مسؤولين وزارة الداخلية يكبرون المبنى يصير مبنى أكبر بدال مو كل 3 شهور يصير أسبوع أسبوع على الأقل يعني. والله يا ليت يا ريت ما دام جابوا الفكره بيت العائله يعني كل ما لا يطورونها احسن مصالح السجين ومصالح يعني حتى الزوجه مصالحها. الله يفك عوقك وتطلع من هذا المكان وتلتقي معها
برا ومو من الصبح او من الضحى للمغرب، لا لا يتم وياها على طول ان شاء الله. يعني هذا الانسان اللي بالفعل يعني ضحت، انا اعتبرها مضحيه للامانه، يعني ما ادري تقول ما تشاء لكن مضحيه، انسان يعني تقعد كل ثلاث شهور تقعد معك هالكم ساعه، جزاها الله خير الله يعني بميزان اعمالها الله يجزاها خير.